بعد تقرير الأمم المتحدة إن الستات المصرية هم أعلى نسبة في ضرب أزواجهم، النهاردة إحنا نزلنا الشارع عشان نسأل الرجالة، ضربت مراتك قبل كده؟ وعشان نسأل الستات، ضربت جوزك قبل كده؟ تعالوا نشوفوا إيه. حصلت كتير يا رجاله، ما بقتش رجاله زي زمان. لا الحمد لله طبعا ما حصلش معايا موقف زي ده، لان احنا طبعا في حب متبادل واحترام متبادل، فالحمد لله ما حصلليش حاجه زي كده. ممكن تضربوا مصارعة، ممكن تلعبوا كاراتيه، ممكن تعمل كل حاجه. دي خارقه بقى يا حاج. كل الحاجات دي موجوده دلوقتي، اتوقع اي حاجه دلوقتي في الجيل اللي طالع دلوقتي بالذات. لا دي مراته دي خارقه صراحه، قطعنا بعض. مش هكذب عليك، الولايات المتحدة لازم طبعا تقول كده، لان اصلا هم عندهم برود. حد برضه هيضرب جوزه؟ يبقى سلمي على جوزك. هو اللي بيدينا فوق دماغنا وبنحكي. لا ما ينفعش طبعا الست تضرب الراجل، ازاي يبقى مش راجل؟ ما حصلش خالص. اديته عدة. عديته. هنعمل زي كريمة مختار في الفيلم بتاع كابتن بيبو ده، تقول له عديته يا سيادة القاضي عديته. ما اظنش هيعرفيه فعلا الايام ديت رجالة ضعفت شويه، لكن لا ما تقدرش تضربنا ازاي اما انا راجل ازاي عشان هي تضربني. هم ممكن بقى الامريكيه بتضرب الامريكي. لا بس مش كل يعني الستات اللي بتضرب جواز. اضرب مراتي ماشي، بس انا كنت في اول الجواز. فتضل العيل ابنه الصغير وتقول له اضربني عشان يضرب الواد، يعور الواد، يموت الواد، عادي بالنسبه له. الستات المصريين محترمين. حصلش حاجه زي كده، وطبعا التقرير ده غلط. الستات المصريين هي اكتر ستات جدعه على مستوى العالم الاوروبي والعربي في التحمل المسؤوليه كل شيء. عمرها ما ادت الراجل بالجزمه. لا طبعا الستات هي اللي بتتضرب اكيد. ضربتك ازاي؟ لا انا اللي ضربتها. طب هي اكيد وانت بتضربها ضربتك؟ لا اكيد طبعا لا. يعني ما كانش ليها اي رد فعل؟ لا ما تقدرش تتكلم اصلا. ما لهمش صفه اكيد. ما مين دول ما لهمش صفه؟ انت. احنا مالناش صفه؟ احنا الرجاله يمين يمين كده كده على طول. ليه ان شاء الله؟ مين انتوا بقى؟ احنا الرجاله. اهلا وسهلا. لا اكيد طبعا الرجاله اهم. راجل احترامه ماشي زي ما ست لها احترام. لا امشي. هعوره. لا هعوره.